أنا بصراحة أتوقع أن تكون مباراة مثيرة. أبو سلطان الفيحاء فريق دائما صعب رغم أحيان نهاياته ما عم تكون كويسة، والاتحاد طبعا متجدد. وشوف يا أبو كرم، دائما البدايات صعبة، بكرة بداية أول مباراة للفريق لكل الفريقين. الاتحاد عنده نقص، الفيحاء قادم من الدرجة الأولى، صحيح أنه ما طول سنة واحدة، لكن برضه يعني الخبرة تصب لصالح الاتحاد. فأنا أعتقد أن أنا من وجهة نظري بكرة أنه الحظوظ متساوية، وأعتقد أن المباراة حتكون تعادل سلبي. هذا وجهة نظري سلبي. في ملاحظة أبو كرم، مش الوقت بس نعم يعني أيوة هنا أنا عشان الوقت اليوم أنت معطي الدكتور 70. أنا قايل لك غير عبد الرحمن محمد وعيسى الجوكم I don't care، دكتور فهد أي واحد أعطيه الوقت اللي يبغى، لكن أنت ليش ما يكون فيه شوي عدل؟ طيب. أنا تقول لي نعم أو على سريعا، وأنا إنسان يعني بالإشارة يفهمه اللبيب وبالإشارة يفهمه الدكتور يسب تواريخ الميلاد. أنا لو أتكلم ربع دكتور كلام الدكتور كان قلت لي أنت جايب قصة حياتك. طيب. وأنا والله ما جبت قصة حياتي. قول نساني شو دير مصطفى. في فرق بين الناديين، في فريق من السنة الماضية نفس تقريباً نفس تقريباً نفس التشكيلة. يا مصطفى أنت عم تحكي على رومارينو، رودريغيز، برونو ريكي، كريم الأحمدي، أحمد حجازي، وفريق صاعد جديد عنده لعيبة جداد، جابوا رامون ليبوز من خورفكان، إندرادي من الدوري التركي، الحارس الصربي. ودائماً أول مباراة بتكون صعب يتوقع فيها، بس أنا بعتقد هالمباراة حتى بالنسبة للاتحاد مهمة جداً لتحضيره، يعني الأسبوع الأول والثاني مشان نهائي كأس البطولة الأندية العربية. الاتحاد رح نروح لفاصل من الإعلان.